السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الإعلامي المغربي صامت غيلان كيخرج على الصمت ديالو من بعد ما شاف بلي الفنانة المغربية دنيا بوطازوت هي مجموعة من الفنانين اللي قامت بالدور ديال المتسولة في مسلسل جوج وجوه. نادو ليها بزاف ديال الناس اللي كيطلبوا وهاجموها، فغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم. خرجت واحد الطلبة كتغوت على الدور اللي لعبته دنيا بوطازوت وقالت لها معاك مع الطلاب. خرجوا رقاة شرعيين كيغوتوا، قال لك ربيع القاطي أساء ليهم، أساتذة كيتشكاو، أعوان السلطة كيتشكاو، أطباء قبل واحد الوقت تشكاو، العدولات تشكاو، دو على الشيخة درنا فضيحة. حنا كمواطنين كنحاربوا حرية التعبير اللي عند الفنان، وليتي كيدوز قنوات وطنية وحتى في الانترنت. حنا كمواطنين اللي كنطالبوا بحرية التعبير وكنطالبوا بأن بعض الفنانين وبعض المبدعين يعريوا الواقع ديال المجتمع اللي كنعانيو منه كل نهار، خاصة نتعاملوا مع كلشي على أنهم ملائكة. انا كنقترح حتى للامهات انهم يديروا ائتلاف ديالهم ويرفعوا دعاوي على المسلسلات، لان شي ام جات قبيحه في شي مسلسل، ولا شي اب جا كيدخل سكران وكيضرب ولادو، ولا شي دري مسخوط الوالدين وكيسرق لمو الفلوس وكيصرف قاعه كيخرج، ولا شي بنت خارجه الطريق، هادشي كامل ما كندوي على والو. ياك نديروا كلشي لو مود دي بيزونوخس، نديروا حنا شي فيرسيون جديده ديال التيليتوبيس، حتى شي واحد ما عجبو الحال. ايوا نتوما كتكذبوا على راسكم ولا كتكذبوا علينا؟ اللي عايش في شي مجتمع مثالي يقولها لنا، نعرفوا فين كل شيء الله يعمرها دار، ما غنفصل حتى شي حاجه. ولكن في جميع القطاعات ديال العمل، حتى في القطاع اللي كنخدم فيه انا، كاين الزوين وكاين الخايب، وهذاك الخايب خصنا نحاربوه، ولا داك الخايب خصنا على الاقل نفيقو لسوء ما يفعل. لان المسلسلات والافلام اللي كيتذكروا على هادشي ما كيتذكروش على لاكت بوحدو، الحاجه اللي كدار كيشوفوا حتى التبعات ديال داكشي. فالله يرحم لكم الوالدين، خليو الناس يبدعوا، تحاسبوا معاهم على مستوى الاعمال، على طريقة تأدية الدور، على الكتابة، على الإخراج، على التسويق، على هذاك السوفت باور ديال المغرب اللي يمكن يكون واعر إلا كان عندنا أعمال اللي هما مزيانين. ما يبقاش كل واحد كيتقرص، حنا ناس كنتقرصوا في الزربة من أي حاجة، ما بقينا كنقدروا نهضروا على حتى شي حاجة، كل الناس زوينين، هادشي اللي كاين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. فدنيا بوطازوت أو الفنانين الآخرين فهم كيديروا غير الخدمة اللي كيعطيهم المخرج باش كيوصلوا الخبايا ديال ديك المهنة، بحال مهنة التسول. دنيا بوطازوت قالت بلي شافت شي حوايج اللي صادمين، شافت ناس لاباس عليهم كيجيو بسيارات فاخرة كيوقفوا كيبدلوا حوايجهم أو كيمشيو يطلبوا حيت ولفوا الفلوس باردة. داكشي علاش شفنا هجوم كبير على دنيا بوطازوت وعلى مسلسل جوج وجوه، حيت قالوا باللي الناس عاقوا وفاقوا وما بقاوش باغيين يصدقوا من بعد ما شافوا مسلسل جوج وجوه اللي بين ليهم الخبايا ديال هذه المهنه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. فكنتظر خص تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.